طيب نكمل بقى يا باشمهندسين. هنتكلم دلوقتي عن انواع الهولو بلوك سلاب شبه السوليد سلاب بالظبط. اول نوع عندنا وان واي هولو بلوك سلاب، تمام؟ وفي الحاله ديت بيكون اتجاه الربات في اتجاه واحد، خلاص. ممكن يكون الاتجاه القصير او الاتجاه الطويل، ولكن طبعا يفضل الاتجاه القصير عشان الرب يكون يعني طوله صغير، تمام؟ فالديفليكشن بتاعه يكون قليل، وكذلك البندنج مومنت، تمام؟ فطبعا يا باشمهندسين في سوق العمل لما نيجي نشتغل بقى على مشاريع وكده، تمام، ممكن يكون الرب في الاتجاه الطويل لاسباب تانية هنبقى نتكلم عليها بقى ايه في جزء الميد رايز بيلدينج لما نيجي نطبق على المشاريع، خلاص. عشان كده انا بقول لك هنا يفضل في الاتجاه القصير، خلاص. طيب برضو يا باشمهندسين احنا بنستخدمها، يفضل تستخدمها لما يكون ال ال شورت بتاعتك، ال ال شورت اللي هو الاتجاه بتاع العصب، تمام، اكبر من 4 متر واقل من او يساوي 7 متر، خلاص. اكتر من 7 متر ممكن بقى ساعتها تكون عن سيف ديفليكشن، كذلك وزنها يكون كبير وتسليحها يكون تقيل، خلاص. فيفضل تكون في الحدود دي برضو، عشان برضو اكون دقيق معاك، ده نظريا. عمليا برضو ممكن يقل عن 4 متر، خلاص. وبرضو هنتكلم في الكلام ده في المشاريع على ارض الواقع، تمام. طيب عندنا بقى التو واي هولو بلوك سلاب. التو واي يا باشمهندس بيكون عندي اعصاب في الاتجاهين، فالحمل طبعا بيروح في الناحيتين. هنا طبعا الحمل بيروح ناحيه العصب بس، تمام، مفيش اي حمل الناحيه دي، تمام يا باشمهندس. يبقى هنا الحمل بيتنقل في الاتجاهين زي التو واي سوليد سلاب، وطبعا الحمل برضو بيتنقل بنسب. على فكره طريقه تصميم الهولو بلوك سلاب كوان واي او تو واي هي هيها السوليد سلاب زي ما هنشوف كمان شويه. الموضوع بسيط جدا جدا. والتو واي يفضل تستخدمها لما يكون عندك ال ال شورت اكبر من 7 متر، خلاص. يفضل برضو يا باشمهندس كبير، تمام، ما يزيدش عن 1.3 الطول الصغير. يعني لو قلنا ال لونج على ال شورت، تمام، لا يزيد، يفضل لا يزيد عن 1.3. طب ليه يا باشمهندس؟ ليه حطينا النسبه ديت؟ يا باشمهندس لو الطول الكبير زاد مره وتلت عن الطول الصغير، في الحاله ديت هيكون في جساءه في الاتجاه القصير اكبر من جساءه الاتجاه الطويل. وفي الحاله ديت ممكن الربات في الاتجاه القصير تكون شايله الربات في الاتجاه الطويل، انما في التويل المفروض مفيش اي رب شال ايه؟ شال التاني، خلاص يا باشمهندس. وشرحنا موضوع الجساءه قبل كده، تمام، وقلت لك ان الجساءه، تمام، تساوي اي اي على ال اللي في المقام. فلو الطول يا باشمهندس قل، الجساءه بتزيد، ولما الجساءه تزيد تسحب احمال ومومنت اكبر عشان موضوع الديفليكشن. نرجع بقى لمحاضره السوليد سلاب، تمام. فلو يا باشمهندس بقى الطولين بقوا مختلفين عن بعض بنسبه كبيره تتعدى مره وتلت، في الحاله ديت يا باشمهندس ممكن الربات في الاتجاه القصير تشيل الربات في الاتجاه الطويل، تمام، وده طبعا غلط، خلاص يا هندسه. طيب وعندنا بقى كانتليفر هولو بلوك سلاب، تمام، برضو بلاطه بتكون متشاله على كاميرا واحده، تمام، وبنستخدمها، ممكن نستخدمها بقى لو احنا الكانتليفر بتاعنا زايد عن 2 متر نقدر نستخدمها، ما عندناش مشكله. وطبعا اقل من كده ينفع برضو، ولكن اقل من 2 متر ينفع نستخدم سوليد سلاب افضل. طيب بص يا هندسه، معلومه مهمه جدا، لما يكون عندك كانتليفر هولو بلوك سلاب يفضل، او مش يفضل، هو لازم البلاطه اللي وراها يا باشمهندس يكون برضو اعصابها في نفس الاتجاه، تمام، عشان ايه؟ عشان يكون في استمراريه للود. انما يا باشمهندس لو كانت الاعصاب في الاتجاه ده، ايه اللي هيحصل على الكاميرا؟ هيحصل تورشن، لان كده هيعتبر ان احنا في فراغ هنا، هنعتبر ان في فراغ هنا، خلاص يا هندسه. الحمل ده مش هيلاقي حاجه يرمي عليها، اتكلمنا عن الموضوع ده في البلاطات السوليد سلاب، خلاص يا باشمهندس. طيب عشان كده هنا كنت بقول لك عمليا ممكن نعمل ربات في الاتجاه الطويل لو اضطرينا، خلاص. يعني ممكن يا باشمهندس نلاقي ايه، ان البلاطه مثلا في المشروع بتاعنا بالشكل ده وعندنا كانتليفر، فلازم بقى نعمل الربات في الاتجاه ده. هنعمل ايه يعني؟ عشان ايه؟ عشان الربات يكون فيها استمراريه، خلاص يا باشمهندس. طيب دلوقتي يا باشمهندسين هنتكلم بقى عن مكونات البلاطه الهولو بلوك سلاب، تمام. البلاطه الهولو بلوك سلاب بتكون متكونه من ايه؟ اول حاجه البلوكات، تمام، اتكلمنا عن البلوكات وعرفنا فايدتها، تمام. طيب وظيفتها ايه يا باشمهندس؟ تكون خفيفه الوزن، تمام، اخف من الخرسانه يا هندسه، تمام. يعني ايه؟ مش معقول ان احنا هنروح مثلا
نعمل فراغات في البلاطه ونروح نحط مكان الفراغات بلوكات تكون نفس وزن الخرسانه. يبقى احنا عملنا ايه؟ خلاص يا باشمهندس تمام. يبقى ايه؟ يبقى البلوكات دي بتكون خفيفه الوزن واخف وزن من الخرسانه، مما يجعل ايه؟ مما يجعل وزن السقف خفيف ويقلل الترخيم والتسليح. تمام. طيب مهمتها برضو ان هي بتخلي السقف من تحت مستوي، يعني السقف بيكون من تحت مستوي. تمام. فده بيسهل طبعا عمل الشده الخشبيه. تمام. وبرضو عمليه التشطيب. برضو من وظيفه البلوكات ان هي جيده في عزل الحراره والصوت. تمام. طيب انواع البلوكات يا باشمهندس اللي بنستخدمها في البلاطات ديت، ممكن يبقى فوم، عباره عن فوم. تمام. الفوم ده خفيف جدا ولكن هو غالي شويه، ده اول حاجه. ثانيا ممكن نستخدم بلوكات، طبعا ده الفوم اهوت، والفوم ده يا باشمهندس بيكون في طبقه من فوق كده خشنه، ده بيزود بقى عمليه التماسك. وممكن بقى النوع الثاني ان احنا نستخدم طوب اسمنتي، والطوب الاسمنتي ده برضو بيكون مفرغ من جواه. تمام. فبيكون خفيف، هو اتقل شويه من الفوم ولكن هو ارخص. خلاص يا باشمهندس. طيب بالنسبه لابعاد البلوكات، لما نيجي نصمم ابعاد البلوكات ايه اللي بنستخدمها يا باشمهندس؟ في ابعاد كتيره للبلوكات، ولكن اشهرهم بيكون عندنا البلوك طوله يا باشمهندس 40 سنتي، تمام، اللي هو 400 مللي. تمام. وعرضه تمام 200 مللي. ده اشهر انواع البلوكات. الارتفاع هو الحاجه الوحيده اللي بتختلف. يعني ايه؟ يعني كل شغلنا هنا في مصر وفي المملكه العربيه السعوديه وفي كل حته بتلاقينا بنستخدم البلوك ده 400 في 200 في اتش. طب الاتش ده يا باشمهندس الارتفاع ده ممكن يتغير، يعني ممكن يبقى 15 سم، ممكن يبقى 20 سم، ممكن يبقى 25 سم حسب التصميم. تمام. يعني مثلا ممكن نعمل بلاطه يا باشمهندس وليكن سمكها 30 سم. تمام. يكون عندي الارتفاع 25 سم وعندي فوق بلاطه سوليد سلاب صغيره 5 سم. تمام. ممكن نعمل البلاطه 35 سم، يبقى مثلا 25 و10 سم وهكذا. خلاص يا هندسه. طيب وزن البلوكات، وزن البلوكات طبعا حسب الماده، يعني الحجم البلوك طبعا الاول، والماده المصنوع منها البلوك. انا يا باشمهندس بصمم ومش عارف البلوك اللي انا هستخدمه في الموقع ايه. تمام. في الحاله ديت يفضل ان انت تفرضه طوب اسمنتي. تمام. لان هو الاتقل، فكده انت بتامن نفسك. طيب اوزان الطوب الاسمنتي يا باشمهندس، اوزانها امبريكال كده، بناخدها حسب الارتفاع. يعني مثلا طبعا احنا مثبتين ايه؟ مثبتين دولت. خلاص. فلو الارتفاع عندك مثلا 15 سم يا باشمهندس، بناخدها 10 كيلو نيوتن. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني عفوا 100 كيلو نيوتن، يعني 10 كيلو جرام. تمام. طب لو يعني ايه بنطرح يا باشمهندس بس 50. طيب لو الارتفاع عندك 20 سم، تمام، هناخدها ايه؟ 15 كيلو جرام. طيب 25 سم، يبقى 20 كيلو جرام. تمام يا باشمهندس. طيب يبقى ديت اول حاجه اللي هي البلوكات. طيب تاني حاجه يا باشمهندس، البلاطه السوليد سلاب. تمام. دلوقتي يا هندسه انا كان عندي البلاطه هي سمكها وليكن 40 سم، رحت عملت فراغات بالشكل ده. تمام. بالشكل ده، فبقى عندي ده كده ريب، ده كذلك ريب. تمام. طيب في فوق هنا يا باشمهندس مسافه، المسافه ديت بتكون عباره عن بلاطه سوليد سلاب، يعني بيعملوها ايه؟ يعتبر بلاطه سوليد سلاب كده متشال على الربات يا باشمهندس. تمام. طيب يبقى وظيفتها ايه البلاطه ديت يا هندسه؟ طبعا وظيفتها نقل الاحمال الى الاعصاب، يعني هي برضو بتنقل الحمل تمام بتاع البلاطه للعصب. تمام. ابعادها بتكون ابعادها صغيره جدا، من 5 ل 10 سم، يعني ابعادها بتكون من 5 ل 10 سم. تمام. طيب تصميمها يا باشمهندس مش بتتصمم، يعني ديت على طول بنسلحها 5 في 8 او 5 في 10 على طول من غير تصميم. يعني البلاطه السوليد سلاب مش بتتصمم، يعني في الهولو بلوك سلاب بنصمم الريب وخلاص. خلاص يا باشمهندس. طيب يبقى يا باشمهندس قلنا ايه؟ تسليحها بيكون 5 فاي 8 او 5 فاي 10، ده الفرش. الغطا يا باشمهندس بيكون 4، بيكون 4 اسياخ. طيب تالت حاجه يا باشمهندس واهم حاجه هي الربات، الاعصاب بقى يا هندسه. تمام. وطبعا الاعصاب هي الحاجه اصلا اللي احنا بنصممها في البلاطات الهولو بلوك سلاب. تمام. طيب وظيفة الأعصاب إيه يا باشمهندس؟ وظيفة الأعصاب إن هي بتنقل الأحمال من البلاطة المصمطة اللي فوق لإيه يا باشمهندس؟ للكمرات اللي متشال عليها الأعصاب. الكمرات دي ممكن تبقى ساقطة أو مدفونة. خلاص يا باشمهندس. يبقى الأعصاب دي بتنقل الأحمال تمام بتاعة البلاطة السوليد سلاب اللي فوق، طبعا في هنا مثلا بني آدمين مثلا أو إيه وحمل ميت ومش عارف إيه والكلام ده.
البلاط السوليد سلاب بتنقل حملها للاعصاب، والعصب بينقل الحمل ايه للكاميرا، والكاميرا دي ممكن تبقى ساقطه وممكن تبقى مدفون. خلاص يا باشمهندس. طيب هنتكلم بقى الاول في حدود ابعادها وفقا للكود وحدود تسليحها. بالنسبه يا باشمهندس لعرض الريب، تمام، اللي هو البي ريب، تمام، تكون اكبر من او يساوي 10 سم، يعني اقل حاجه ليها 10 سم، تمام، ممكن تزيد عن 10 سم، او يعني بناخد الاكبر من 10 سم او تي على 3. خلاص يا باشمهندس. يعني ايه تي على 3؟ يعني مثلا السمك الكلي ده يا باشمهندس وليكن 30 سم، تمام، اقسمه على 3 يبقى ايه 10 سم. طب الاكبر من 10 سم و10 سم هي 10 سم، تمام. طيب بالنسبه للبلاطه السوليد سلاب يا هندسه بتتراوح قيمتها من 5 ل 10 سم، البلاطه السوليد سلاب اللي فوق، تمام. طيب الاي، الاي ده اللي هو يا باشمهندس طول البلوك، تمام، 75 سم، ده وفقا للكود الامريكي، يعني الكود الامريكي هو اللي قال 75 سم، الكود المصري قال لك 70 سم. خلاص. وطبعا السمك الكلي للبلاطه الهولو بلوك بيكون ارتفاع البلوك زائد السوليد سلاب، يعني بيكون ارتفاع البلوك ده زائد السوليد سلاب اللي فوق. طيب تسليحها يا باشمهندس، لما بنيجي نسلح الاعصاب ديت يا باشمهندس بنحط تسليح سفلي، تمام. التسليح السفلي يا باشمهندس لازم يكون سخين، يعني اقل حاجه سخين، هو اقل حاجه واكبر حاجه، يعني هو بنحط سخين بس، تمام. في كتاب المهندس ياسر الليثي قايل لك ان انت تقدر تستخدم 4 اسياخ سخين على صفين، يعني سخين وبعد كده سخين، تمام، انما عمليا بنستخدم سخين بس في الاعصاب، تمام، واقل قطر بيكون فاي 12 زي الكاميرات بالظبط. خلاص يا باشمهندس. يعني مثلا طلعت مومنت، مثلا المومنت ده اداك 3 اسياخ فاي 12، لا روح يا باشمهندس زود القطر، يبقى ايه نقول سخين فاي 14 او فاي 16، تمام، وهكذا. يعني ايه يا باشمهندس؟ التسليح بيكون سخين. خلاص، يبقى ده بالنسبه للربات، تمام. طيب عندنا حاجه بقى مهمه اسمها السوليد بارت. السوليد بارت ده يا باشمهندس، السوليد بارت ده بيكون في نهايه البلاطه الهولو بلوك سلاب. يعني مثلا عندي البلاطه اهي يا باشمهندس، تمام، وعندي رب كده، ادي الربات يا باشمهندس مثلا وان واي في الاتجاه ده. خلاص، بنيجي هنا يا باشمهندس نعمل ايه؟ نعمل حاجه اسمها سوليد بارت، تمام، بيكون جزء كده يا باشمهندس خرساني بسمك السقف كله اللي هو الجزء ده يا باشمهندس. يعني ايه؟ يعني جينا هنا يا باشمهندس خلينا السمك ده كله خرسان، تمام، وطبعا ليه تسليل، تمام. طيب زي ما احنا شايفين كده الربات راميه هنا على حاجه، الحاجه ديت ايه؟ خرسان، تمام، بسمك الرب كله، يعني بتكون بسمك الرب كله، تمام. طيب وظيفتها ايه يا باشمهندس؟ وظيفتها يا باشمهندس ان احنا بيكون عندنا هنا نيجاتيف مومنت اللي هو بارشل فيكسيشن كبير نتيجه الاعصاب، تمام، فهي بتتحمل هي ايه المومنت ده بدل ما يروح على الكاميرا، تمام، فحتى بتتصمم على الشير، تمام. يبقى ايه من وظائفها؟ ان هي مقاومه العزوم السالبه، تمام. تاني حاجه اتلخبطت وقلت لك الشير ده اللي قلنا البارشل فيكسيشن ده مومنت، تمام، وبتستحمل الشير كمان. خلاص، يبقى مقاومة قوى القص، لأن الأعصاب بتكون ضعيفة في مقاومة القص، الأعصاب يا باشمهندس بيكون ضعيفة في مقاومة القص لأن عرضها بيكون صغير، تمام، فهي بتشيل هي إيه قوى القص دي. خلاص، من أهم وظائفها برضو يا باشمهندس إن الأعصاب ديت طبعا بتكون جنب بعضها، تمام، يعني المسافة بين العصب والتاني 40 سم، وبتكون كلها رامية على كاميرا، تمام، فتكون الأحمال دي كلها كونسنتريت لود على الكاميرا دي، ودي حاجة مرهقة جدا للكاميرا، تمام. فدي السوليد بارت بقى بيوزع لك الحمل ده اللي هو الايه كونسنتريت لود ده لديستريبيوتد لود على الكاميرا، فالحمل يوصل للكاميرا كديستريبيوتد ايه لود. خلاص. طيب خلي بالك يا باشمهندس ان احنا مش بنحط هنا بلوكات في الجزء المصمت، قلت لك بتكون ايه كلها خرسان، تمام. طيب برضو يا باشمهندس هي بتتعمل حوالين الكاميرات الساقطه فقط وليس الكاميرات المدفونه، تمام. طيب بالنسبه لابعادها يا باشمهندس يكون سمكها بسمك السقف الكلي زي ما قلت لك، تمام. اخر حاجه يا هندسه بقى في مكونات الهولو بلوك سلاب عندنا حاجه اسمها الكروس ريب، تمام. ايه الكروس ريب ده يا باشمهندس؟ الكروس ريب ديت بنستخدمها في الوان واي، يعني مثلا لو عندي وان واي كده بلاطه وان واي في اكس، ممكن اجي في النص كده يا باشمهندس اعمل ريب في الاتجاه المعاكس. خلاص، زي ما احنا شايفين كده ده عصب رئيسي وده عصب رئيسي، جينا هنا عملنا حاجه اسمها كروس ريب او عصب ثانوي، تمام، في النص. وظيفته ايه يا باشمهندس؟ وظيفته ان هو بيربط كل الاعصاب ببعضها، تمام، فبيقلل الترخيم، تمام. يعني ايه يا باشمهندس؟
يعني دلوقتي مثلا انا عندي اعصاب كلها في اكس اهيت، تمام، فبنروح نعمل عصب في النص كده، ده بيربط الاعصاب كلها في بعضها فبيقلل الديفليكشن بتاع الاعصاب، تمام. طيب بالنسبه للابعاد يا باشمهندس، نفس ابعاد الاعصاب العاديه، يعني نفس ابعاد الاعصاب العاديه ونفس تسليحها كمان، خلاص. طيب بنستخدمها امتى يا باشمهندس؟ التفريعه ديت هتوري لك القصه. قال لك يا هندسه، وديت وفقا للكود المصري والامريكي، يعني ايه الكلام ده؟ وفقا للكودين المصري والامريكي، خلاص. طيب قال لك يا باشمهندس، والله لو اللايف لود بتاعنا اقل من او يساوي 3 كيلو نيوتن، يعني اللايف لود اقل من 3 كيلو نيوتن، ديت هنروح نبص على ال شورت. ال شورت ده اللي هو الطول اللي بتاع العصب الرئيسي. قال لك يا باشمهندس، لو ال شورت بتاعتنا اقل من 5 متر، في الحاله دي انت مش محتاج كورس ريب في النص ولا اي حاجه، خلاص يبقى سيب الاعصاب زي ما هي في اتجاه اكس مثلا، تمام. طيب لو اللايف لود اقل من 3 كيلو نيوتن وفي نفس الوقت ال شورت اكبر من 5 متر، في الحاله دي هنحتاج كروس ريب واحد، تمام. طيب نروح للناحيه الثانيه، لو اللايف لود بقى اكبر من 3 كيلو نيوتن، مش ايه، مش اقل، تمام، اكبر من 3 كيلو نيوتن، في الحاله ديت هنروح نشوف ايه ال شورت. والله لو ال شورت تتراوح ما بين 4 و7، في الحاله ديت هنستخدم 1 ريب، تمام. طيب اما يا باشمهندس لو هو اكبر من 7 هنستخدم 3 كروس ريب، خلاص يا باشمهندس. طيب على مسافات متساويه وكده، خلاص. يبقى احنا كده اتكلمنا عن انواع البلاطات الهولو بلوك سلاب، اللي هي 1 واي 2 واي ويكانت ليفر، خلاص. واتكلمنا عن المكونات البلاطه الهولو بلوك سلاب، وعرفنا وظيفه كل مكون من مكونات البلاطه الهولو بلوك سلاب، واشتراطات كل حاجه، تمام، وفقا للكود، خلاص. هنبدا بقى في مرحله التصميم، وهي شبه نفس تصميم البلاطه السوليد سلاب، مش هتلاقي اي اختلاف، فالموضوع هيكون بسيط جدا.